صلي وسلم على المصطفى اللي بنور اي نور ظلم انطفى. يوم ما اتولد خاف الشيطان من مولده، كان اختيار ربك وهو اللي اصطفى. كان الرسول للعالمين اهل الشهامة والكرم، وكان نصير للغلبانين ولكل انسان اتحرم. كان ريح محمل بالسلام اطهر لسان اطيب كلام. يتيم ربنا كان قوي معرفش معنى الانهزام. يوم فتح مكة كل جبروت اختفى، بس الرسول ادى معنى للوفا. كان ممكن انه يرد شر بشر ليهم كان بايده، لكنه قال لا وعفا. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وهذه فقرتنا الأخيرة لهذا اليوم، وهي الحقيقة فقرة استثنائية هنحتفل سويا فيها بعيدنا الجميل النهاردة المولد النبوي الشريف. كل سنة وانتم بخير. برحب بضيفي الفنان والصوت الرائع الفنان عماد كمال. أهلا بك يا عماد. أهلا بك. صباح الخير عليك. صباح النور عليك. وطبعا في البداية طبعا أحب أحييك على الأغنية الجميلة اللي احنا كنا بنسمعها من شوية، ويعني شيء جميل جدا أن أنت تشارك معنا في هذه المناسبة، خصوصا أن أنت عامل ألبوم ديني كامل. ياريت تكلمنا شوية عن الألبوم ده. الأول بقول صباح الخير، وصباح الخير لكل المصريين، وكل سنة وأنتم طيبين. يا رب مولد النبي وشريف كده، وربنا يعود علينا الذكرى دي بخير يا رب. ان شاء الله ان شاء الله. يعني الالبوم ده كانت فكرته، هو كان من رمضان اللي قبل اللي فات كمان. كانت الفكره ان انا حبيت، انا في بدايتي بحب اشارك دايما في الحاجات الخيريه، الحاجات بحس ربنا بيوفقني اكتر. يعني ابتديت اشتغل في ناس كتير جدا تعبوا معايا. ما كانش فيه انتاج بمعنى كلمه انتاج، بس قدرت يعني العمل كان انتاج لكل الناس اللي كانت معايا. كل شخص حتى كتبنا على كفر الالبوم، كل شخص شارك في الالبوم هو منتج للعمل. يعني طبعا من خلال شاشه دريم وصباح دريم، انا يعني بقول ان دي اقل حاجه ممكن الواحد يقدمها، وانا ناوي ان شاء الله في كل رمضان اكون مقدم البوم ديني. بما ان معايا يعني ناس الحمد لله بتحبني وبتحب تعمل شغل، وكمان في حاجه مهمه جدا، الالبوم ده فيه ناس كتير مسيحيين كاتبين فيه كمان. فده البوم واحده وطنيه مش البوم ديني بس. رائع. هو الالبوم كم اغنيه؟ انا كنت عامل 8. الثمانية دول كان فيهم كمان الاذان، يعني كنت حابب ان انا ابدا حياتي ان انا احط الاذان. الاذان. طيب احنا عايزين بقى نستغل وجودك على قد ما نقدر النهارده، فعايزه اسمع بقى بمناسبه احتفالنا بالمولد النبوي الشريف، فعايزين نسمع اغنيه من الالبوم الديني. هو الالبوم كان اسمه صلى على الحبيب، وممكن نغني حاجه مع الصلاه والسلام، يعني طبعا كاتب مصطفى موجوده في الالبوم، هنغني صلى على الحبيب ان شاء الله. دي كلمات الشاعر احمد حسن راؤول، والحاني وتوزيع استاذ احمد فرحات. لو قلبك لحظه تاه ولقيت نفسك غريب، قوم سمي باسم الله وصلي على الحبيب. لو قلبك لحظه تاه ولقيت نفسك غريب، قوم سمي باسم الله وصلي على الحبيب. مهما الاحوال تضيق او تتقفل بيبان، ربك فاتح اكيد خط برجلك امان. ارجع لربك وابتدي وادعي له يا رب اهتدي، هتلاقي قلبك يمرضي وتدوق طعم الامان. خلي ارادتك من حديد، ربك وهيسامحك اكيد
بس انت ترجع من جديد قبل فوات الاوان. لو قلبك لحظة تاه ولقيت نفسك غريب قوم سمي بسم الله وصلي على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. الحقيقة الأغنية رائعة، ويعني أنا بحييك وبحيي كل من شارك في يعني إطلاق هذه الأغنية. نكمل بقى كلامنا عن الميني ألبوم اللي أنت أنتجته قريبا. الميني ألبوم ده عبارة عن إيه؟ والله أنا يعني بعمل ميني ألبوم بأن ما فيش ظروف إنتاج طبعا سامحة، فقدرت ان بمساعده اصدقائي واصحابي ان مثلا شاعر احمد حسن راؤول بيكتب لي وبيكتب حاجاتي كلها من غير ما يكون بياخد مني فلوس. انا بلحن اغلبيه شغلي، معايا طبعا ناس تانية بتلحن برضو. انت ملحن اساسا يا عماد، يعني بتلحن برضو الفنانين؟ انا اللي ملحن المصطفى وانا اللي ملحن صلى على الحبيب. بتلحن لفنانين بقى اخرين؟ يعني انا عارفه ان انت ملحن الفنانه ناديه مصطفى، الفنان حكيم، مدحت صالح، خالد سليم. يعني فيهم اسماء طبعا لحنت لها، وفيهم اسماء لسه يعني شغالين مع بعض ان شاء الله. طبعا ربنا يوفقك. وطبعا موزع احمد وحيد كينج، دول يعني هم اصدقاء عمري وهم كمان بيساندوني في دوت. يعني بقدر بيهم ان انا هعمل حاجه يعني هصرف عليها على قد ما انا هقدر، بس ان شاء الله هعتمد ان اوديها شركه كويسه. في ظروف ان يعني الانتاج صعب دلوقتي، فانا مش هقدر اكمل البوم كامل، فنقدر نعمل ميني البوم ونطرحه، لاني كمان انا كنت في برنامج زاوينر، بعد البرنامج لازم اقدم حاجه للناس. فالحمد لله واخدها خطوه خطوه، يعني ميني البوم، بنعمل حفله في ساقية الصاوي ان شاء الله الشهر الجاي، فربنا يكرم يعني ان شاء الله. انا ملاحظه اتجاهك برضو زي ما قلت في بدايه اللقاء، الاعمال الفنيه الخيريه. وبعدين كنت في زاوينر از كان حلمك ان انت تعمل مركز، اعتقد مركز السكر، معالجه يعني مش عارف يعني أنا المشروع ده. هو طبعا عشان انا مريض سكر، فده حاجه كانت بالنسبه لي، عايز اقول للناس خشوا اي برنامج، خشوا اي منافسه، خشوا اي ضغط، عادي تقدر تعيش. وانا كمان عشت فتره كنت بتعالج ايام الجامعه بقى، وكنت بتعالج مع دكتور الجامعه، فدكتور الجامعه اكتشفت بعد ما اتخرجت ورحت بقى يعني اتعالجت في، كانت مستشفى الدمرداش كانت بتعمل كورسات خيريه مجانيه للناس. وبالمناسبه دي نصبح الدكتوره سحر اللي كانت علمتني ازاي اقدر اعيش مع المرض، وقدرت الحمد لله ان انا افهم، ولقيت نفسي كنت باخد علاج غلط لمده سنين، يعني باخد الانسولين غلط اصلا. فالحمد لله قدرت ان انا اتعامل ازاي اعرف اوازن الانسولين مع الاكل. فقلت يعني لازم انا اعمل الحاجه ديت، يا يعني اما ادعم المركز دوت بالنسبه للمستشفى، يا اما انا افتح مركز لوحدي واجيب الدكتوره دي واجيب كل الدكاتره اللي كانوا شغالين واخليهم ازاي يشرحوا لمرضى السكر ازاي تقدر تعيش مع المرض. جميل. هرجع تاني بقى للاغاني والمناسبه اللي احنا فيها برضو اتجاهك للاغاني الدينيه. انت بتغني اغاني دينيه واغاني وطنيه طبعا، في البرنامج غنيت كل حاجه الحمد لله، مجتمعيه يعني عندك، بس اللون ده تحديدا يعني انت برضو لسه ما دخلتش قوي في نوعيه الاغاني اللي احنا بنسمعها العادي. انا عارفه طبعا ان ده شيء الحقيقه انا بحييك عليه لان هو بيميزك يعني. بص انا يعني على النت دايما مثلا عيد حب راح منزل اغنيه عيد حب، اغنيه مثلا في الشتاء كده الناس دافيه انزل اغنيه دراما، بنزل اي حاجه خيريه بقى بتحصل، اي مشكله بتحصل ابص الاقي نفسي انفعلت معاها، الاقي راؤول انفعل، كينج قال لي يلا نوزع، نبتدي نسجل. زي مثلا عملت قبل الثوره عملت اغنيه اسمها اتوبيس 8، عملت بعد الثوره عملت ما خافوش. انت بتتاثر بالحدث جدا جدا، يعني لما بحس ان انا قاعد وسط الناس، وانا كمان يعني انا كمان من منطقه شعبيه، فاللي هو لما بحس الناس مقهوره وناس يعني ناس غلابه، فبحب اعبر عنهم، ونفسي اكون يعني اوصل لاكبر شهره عشان لو حاجة بتحصل نقدر نوصل بيها صوتي يبقى الناس كلها تتحرك. فيعني هو ده اللي بيخليني أبص ألاقي مثلا زي حدث زينة مثلا. انت عملت اغنية للطفلة، عملت زينة، عملت اغنية للطفلة زينة، والحمد لله يعني عملت صدى كبير جدا، حتى الفنان احمد حلمي حطها عنده على البيج الخاصة بتاعته عليها يعني اكتر من مليون، لقيته حط الاغنيه وكان الحمد لله عملت صدى حلو جدا. طب لا احنا يعني طبعا احنا مش هننسى طفله زينه اللي ماتت في هذا الحادث البشع، وانا عايزه اسمع بقى جزء من اغنيه زينه ماتت. حسيت بايه مع واحده كل اللي في خيالها دوب عروسه ولعبه بس، حسيت بإيه
في صرخة يا ماما ودمعة منها ما هزتكش وقلت بس. حسيت بإيه أول ما عينك جت في عينها؟ ده لو شيطان كان يومها حاس. في أمي شافت بنتها في أصعب كابوس ممكن يشوفه أي حد. في حلمي بإيديك اتقتل علشان صحي الكلب اللي فيك وما خافش حد. انت اللي زيك يتقتل 100,000 مرة عشان نطفي النار في قلب الناس. بجد الحكاية مش مجرد طفلة ماتت، الحكاية في مجتمع بيشوفه ساكت، وما ينطق يوم يومين بعدين بينسى، ونصحى لما نلاقي زينة تانية ماتت. زينة لما ماتتش في 100,000 زينة اللي مات جوانا احنا وبايدينا. زينة مش طفلة وبراءة وضحكة راحت، زينة عايشة في كل حاجة حلوة فينا. أنا بحييك الحقيقة يا عماد، يعني هي أغنية الحقيقة مؤثرة جدا ورائعة. أنا بحييك جدا على الأغنية دي، وبحييك على تأثرك بالأحداث بهذا الشكل. طبعا إحنا بكرة في حدث تاني، حدث تاريخي، وهو طبعا الاستفتاء على دستور، هتنزل طبعا أكيد. في هتعمل بقى عمل فني بعديها او والله يعني ما لحقتش طبعا، كان نفسي، وكان كمان في عمل بتاع انزل وشارك. انا بحب العمل اللي هو يقول انزل، ما بحبش العمل اللي يقول نعم ولا يقول لا. يعني انا كان نفسي اعمل حاجه بس الوقت ما سعفنيش، لاني كمان بحضر لحاجات تانية. فيعني كان لازم الحاجه اللي اعملها ان انا اكون موجود، يعني لازم اشارك اذا كنت اقول نعم او اذا كنت اقول لا. فلازم وكل المصري لازم نشارك، لاني دي حاجه بنغير بيها البلد. يعني حقيقي بتحلم بايه يا عماد في النهايه؟ احلم بايه؟ يعني احلم ان مصر ترجع تاني ام الدنيا، وبالنسبه لنا احنا ترجع الحفلات وترجع الشغل ويرجع لكل الناس كده. بحلم الناس ترجع لها الطيبه. بحلم بكل واحد يحط جواه نشيد بلادي ويعمل بيه. يعني دي حاجه انا لما بسافر بره بشوف مصر بجد، كل مره بروح فيها بلد بره مصر كل الناس هنا لما بنقعد بيقول لك يعني نفسي اسافر، نفسي اروح. لا بجد بسافر بره مصر بحس ان مصر ام الدنيا. ممكن الاقي حاجه حلوه في اي بلد بره، بس ما بلاقيش كل حاجه حلوه زي بلدي. ما بلاقيش الطيبه، ما بلاقيش ان الواحد لو حصل له حاجه يعني ناس طيبين. لا ألف واحد جنبك فعلا حقيقي طبعا. يعني الروح اللي موجوده في مصر مش هتلاقوها في حته ثانيه. عشان كده بنقول لكم حافظوا على الوطن، حافظوا على مصر، انزلوا بكره وبعده الاستفتاء وشاركوا ارجوكم. يعني لازم نحترم وطننا بقى. يعني خلاص نبتدي ان احنا كل الناس فهمت كل حاجه. عماد كمال فنان رائع، بشكرك وبصبح عليك مره تانية، وهقابلك مره تانية في اغاني بقى عن مصر اكيد ان شاء الله. ان شاء الله مره تانية بشكرك. مشاهدينا انتهت حلقتنا من صباح دريم الى هذا اليوم. غدا ان شاء الله هنكون معاكم على مدار اليوم على قنوات دريم، وتغطيه خاصه للاستفتاء على الدستور. مره تانية بقول لكم كل سنه وانتم طيبين. سلام.